مشاركة 22 دولة من مختلف دول العالم كان محل ترحاب الحكومة العراقية التي دعت بدورها جميع دول العالم إلى المشاركة النوعية والتخصصية في العراق في خطوة لعلها تنهض بالواقع الاقتصادي. الاهتمام المتصاعد بنشاطات القطاع الخاص ودعم قدراته المتنامية ليلعب دوره في الحياة الاقتصادية بصورة عامة والنشاطات التجارية بصورة خاصة. وزارة التجارة تدعو الدول المشاركة في هذه الدورة لإقامة معارض نوعية ومتخصصة لبلدانها على أرض معرض بغداد الدولي بالتنسيق مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية. معرض بغداد الدولي يوازي ما عرض في دول عربية ذات طابع سياحي، هذا ما أكدته الشركة الحاضرة في هذه الدورة، فحرصها على المشاركة كان في طليعة اهتماماتها. أشوف الإقبال، يعني والله أنا بالنسبة لي مشاركة بمعرض الدولي القرية العالمية دبي، يعني ما شاء الله الزخم، يعني نفس الزخم اللي بدبي، يعني ما شاء الله. ورغم أنه نقول هم بس العراقيين، رغم أنه بدبي يعني من كل أنحاء العالم تجي هنا، بس العراق ما شاء الله حشد كلش قوي من قبل الجمهور وإقبال كلش قوي. اليوم اللي لاحظة أنه الاختلاف التطور الموجود حتى بالديكورات وبالشركات اللي مشاركة، نوعية الشركات اللي مشاركة شركات عالمية، دول تشارك في هذا الظل اللي يمر ببلدنا، هذا الشيء يفرح ويدل على أنه إن شاء الله نستقطب الاستثمار للعراق. استقطاب الاستثمار هو دعم للاقتصاد الوطني. افتتاح المعرض يحمل طابعا اقتصاديا وتجاريا في وقت يعاني منه العراق أزمة مالية، حيث يعتبر مراقبون هذا خطوة إيجابية لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد الذي شهد تراجعا كبيرا بسبب فشل سياسات الحكومات المتعاقبة. من بغداد، منير الجبوري، المدى.